عاد صدقون اني محتار، ودي اقولكم القصة اللي خلت نتغوغى على ربعي واصحابي، ودايما اسكر بيبان استراحات اللي تخصني يعني. او ما اقوله، والله العظيم مو بسبب تشويق، اقسم بالله اني محتار اقوله ولا ما اقوله. لاني اول شيء انا ضد القصص السلبية، لان انا حياتي مليئة 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 بالناس تعرفت عليهم كانوا إيجابيين، وكانوا نقاط تحول بحياتي، وكانوا سبب فارق، وكانوا يعطون طاقة يعني. لكن قصة سلبية واحد يسوي علي واحد زوم وتصير هي ذا، ولكن والله هذه القصة اللي خلت نسكر والله مطعن كذا بالضرب. خلي أقول لكم السالفة. هذا أنا برمضان قاعد بالاستراحة شوي، يجي لمي يماني يشتغل معي اللي ماني ذا له سنين عندي، قام وصلت خبر فلان. قلت إيه هذا فلان عارفه أنا قبل 8-9 سنين، تزاملت أنا وياه بعمل كتير. خلي يدخل، ترى منقطع عنه لي 8 أو 9 سنوات. دخل جلس الساعة 10 بالليل، جلس من 10 لـ 2 بالليل. 2 بالليل حطينا السحور، قاعد بجنبي قطعت له الحام وحطيت له شطة، يعني بيني وبينه عيش ومالح قديم وكذا، وبيني وبينه مزارق طيب و... اي والله جلسنا وتسحرنا وما لا من بكرة افتح صفحة، من بكرة الساعة 3:30 حنا نتسحر، صار صق على الباب قوة. فتح الأخ اليماني ولا هذا هو، ومريا دخل عرفت العيون الطايري كذا ولا نام ومرتبك كذا، قال لي منصور كتاه، قال اطلع بيك. أنا قمت قلت سام، قلت ادخل تسحر، قال اطلع بيك. عرف فارس التويجري جنبي ياكل نفضيده مرج، قام معي وبرينا فراج بس حنا ثاني قام معي. قلت يوم دقعد، وقالوا لا ما احنا قاعدين، اللي دخل ذا ما ابو نيته وهي بطيبة، قلت ما تعود من الشيطان يقعدوا عي علموا ما زفوا ما نقعدوا لا تقعدوا نقعدوا لا تقعدوا العلم قعدوا ابو الحوش. وانا طعت في الشارع، يوم طعت في الشارع عمر يجي يطلع لي جواله وناظر، ولو شناظر ولو سجل لي مقطع، سجل لي مقطع وانا اقول كلام ما ينقال، مو بكلام يعيبا بديني ولا كلام يعيبا بذا، لكن كلام يقال في المجالس الخاصة ما يقال للعامة. فقال لي ابي 500,000 او ابحط المقطع هذا بتويتر الساعة 12 بالليل. اقسم لكم بالله ما ازود عليكم كلمة، انا شوفوا حنت والله حمكت، وأنا الحين أتذكر موقف فارض دمي. إي والله تذكر قصة يوسف عليه السلام يوم يقول السجن أحب إلي، وأنا تعامط أنا وياه وضف وجهك يا حقير يا سافل يا منحط يا مدوش، طلعوا عيال يعني. أنا إيدي به رز ما غسلت، قام من السفر وركبت سيارتي، وأنا ما غسلت رحت البيت وقفل جوالاتي، عيالي بيعرفون شو السالفة، ما قلت لهم شو السالفة، قفل جوالاتي، عيال لحقوهم مسكوهم ما يدروا شو السالفة، ولا قالوا مش سالفه وراح. عقب هذه القصة تعدبت أمور كثيرة، تعدبت إني ما حكي عند أحد إلا أحد أعرفه وثقبه وكذا، وتعدبت إني ما يكون المجلس مفتوح لكل مهب ودب الناس، ما جاء يعني ما جاء منهم بعض الناس، بعض الناس ما جاء منهم ضر ولا ترى والله ما يجيك منهم نفع. تعرفت إن الكرم مو بصحون وما أدري ويش، والمجالس والمراكي قد يكون الكرم احيانا بعطائك، بل معلومه كان الكرم عطاك موقف محرج لفلان او تكيت ان يتك عليك بها فلان، مو بس 6 كيلو و 7 كيلو والذبايح والمجالس والمراكي والمباخر، ابد ما له علاقه. طبعا ادري انكم تبي تقولون ايش صار عليه، شوفوا الذكي منكم بيفهم. في مقطع بحطه ومنه تفهم شلون تخلصت انا ولا الرجال. خلي بحطكم المقطع، خلي بدوره مقطع ومن احطه، والله العظيم ما خلصت الا كذا. اي والله ومثل الجمرة على سبي، لكن بوه يوم انت حاسب فيه عند رب عادل.
خلي دوري مقطع طول. جبان قال. طب انا اقول لك على موضوع حصل لي. يلا قول. كنت ماشي مره في الصحراء في البر والساعه 2 بالليل وطلعوا عليا 5 رجاله سيوف، معاهم سيوف ومعاهم فستان، قالوا لي يا تلبس الفستان ده يا اما هنذبحك. وش سويت؟ ذبحوني. خير ما ادري اقول لكم، ما ودي والله بقصة سلبية ولكن احذروا، ترى الزود اخوان ناقص، لا تقعد تسثرون تكبرون اللقمة بالعلاقات وما ادري ويش. ما بزود الله بهلك وبيتك وجماعك وبني خيك وربعك الخاصين، هم تثرة الناس، ما جاك منهم نقص ولا ما جاك منهم زود. بقول لكم شغلة قبل خاتم، انتبه تكون رهين للمبتز، انتبه، سواء كلام قول فعل، انتبه تكون رهين للمبتز. رح قال انا مخطي وهذا يبتزل، لا تكون رهين للمبتز. اليوم بقل من ثواني ياخذ حقك، بقل من ثواني في عالم التقنية وتطور الأمن عندنا، يعني السكورتي والنظام، بقل من ثاني حدد موقع المبتز، خصوصا مواضيع ابتزاز.